صباح الخير. يا ترى الشيزلون ده فاضي؟ نعم. فارس أنديل صاحب الأوتيل. أهلا. مبروك كسبتي معانا جائزة ملكة جمال الغردقة. إيه ده؟ محدش قال يعني إن في مسابقة. ما هو مفيش مسابقة، إحنا اخترناك على ذوقنا. قصدك على ذوقك؟ كنتش عارف إنك هتيجي معايا سكة كده بصراحة. نعم؟ لا أنا قصدي إحنا واضح إن إحنا هنفهم بعض بسرعة يعني. والجايزة إيه بقى؟ بوسة. رحلة. رحلة. رحلة؟ ودي هطلعها مع مين؟ معايا طبعًا. واضحة أوي. معاك أنت؟ أيوه. يا سلام. ده لازم تمدي حالي. بعدين يا فريدة مش وقته، مش وقته، مش شايفة. ما ينفعش، ده شغله ضروري. طالما مهم بقى لازم. طبعًا. يلا بينا. لازم نلحق الرحلة بسرعة. أوكي. ميرسي. مليون ونص عمولة المراس وعمولة الخاتم السوليتير والشبكة، يعني 1,700,000. يا رب يا كريم فارس يتجوز وسدد ديوني وسدد ديوني يا رب. اتفضل. ايه ده؟ لا مؤاخذة، اتفضل. وايه دي؟ دي استقالتي. تاني؟ تاني يا مولانا؟ أنا زهقت خلاص يا متر، أنا قربت أنسى المأذونية، أنا ما بقتش فاكر بيقولوا إيه بعد زوجيني نفسك، بلاش جواز، شوف لي حتى فرد الطلاق. استقالتك مرفوضة، وإن شاء الله فارس بكرة هيتجوز. أنت بتتكلم بجد يا متر؟ الحمد لله ربنا رزقنا ببنت ما اتجوزتش قبل كده، إزاي؟ أنا مش عارف. أنت تقصد ريم الشناوي؟ أنت عرفت منين؟ ده الناس هنا ما وراهاش سيرة غيرها. معذورين يا أخي. يا عيني يا فارس. ده مبسوط فيها. طب افرض بقى بعد كل ده ما اتجوزهاش. هتجوزها انا وانت هتكتب الكتاب. تمام؟ واضح ان انت بتحب المكان ده قوي في الاوتيل. فعلا انا اخترته مخصوص عشان اقعد فيه مع الناس اللي هحبهم. طيب ليه بقى كنت عايزه اقعد لوحدنا؟ عشان اعترف لك. تعترف لي بايه؟ انا اسف. انت بتعمل كده ليه؟ في ايه؟ انا كذبت عليك. كذبت في ايه؟ هتسامحيني؟ يا أخي هسامحك، بس كتبت عليا في إيه؟ مفيش رحلة. أنا عملت كده مخصوص عشان أستفرد بيك. ياه، كل الفيلم العربي ده عشان تستفرد بيا؟ على فكرة الموضوع أبسط من كده بكتير، أنت ممكن تستفرد بيا عادي جدا. إيه ده؟ طيب أديك استفردت بيا أهو، قولي بقى كنت عايزني في إيه؟ تتجوزيني؟ بسرعة دي؟ لا مش بسرعة، احنا هنتخطب دلوقتي وبالليل نتجوز. يا شيخ. اصل انا بصراحة ما بحبش اضيع وقت، الوقت كالسيف ان لم تقتله قتلك. والله؟ اه. طب من غير بقى لف ودوران وقولي بصراحة، انت ليه عايز تتجوزني بسرعة؟ عرفت هتعمل ايه؟ عيب عليكي وانا تلميذ شاطر. يلا نفذ. مش لما نتفق الاول؟ على ايه؟ أنا عايز 3000 جنيه أجيب مفرمة لحمة لماما في عيد الأم هدية. حاضر. الله يرحمها كانت بتحب الحواوشي قوي. لما ماما ميتة تطلب 3000 جنيه ليه؟ ما تتوهيش الموضوع، أنا هاخد 1500 دلوقتي و1500 بعد العملية. أنت وهي بتتوشوشوا في إيه؟ أدهم ما تفهمناش غلط. لا ما تفهمكش غلط. 3 ثواني، 3 ثواني عليك بره الأوضة فورا. على فكرة أنا فاهم كويس قوي أنت عايزة تعملي إيه، ومش هينفع عشان فارس عمره ما هيضيع عروسة زي ريم دي من ساعة ما دخلت الأوتيل وهي موقفة على رجلي. لا ما تبصليش كده. مش أنا عمري ما أبص لواحدة. أنا الحمد لله بحب واحدة وعينيا مليانة وعينيها زي القمر وتحفة وبموت فيها، ولا مليون ريم يخلوني إن أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدخلت أنت من ساعة عيني مليانة. عيني مليانة؟ أيوه. اتفضل برا. إيه ليه ده؟ أنا أجيب لك ليمون عشان دمك اللي اتحرق. أنت مالك؟ أنت دمي يتحرق ولا ما يتحرقش؟ أنت مامتي. إحنا صحاب. مش صحاب من إمتى؟ صحاب من إمتى؟ بص ما أنا بقول لك إيه؟ نعم. سي تغيتا سي. إيه؟ تغيتا سي. أنت كداب، ده مش فرنساوي وأنت بتهري. نو 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 جي بارلي فرونسي بيان. جو نو نو نو؟ هو أنت هتعمل لي بوزك بقى أرزو بطاطا؟ خلاص بتتكلم فرنساوي؟ طب سخت إيه؟ إيه؟ أنا آسف أنا بتكلم غلط. اتفضل اطلع برا. الوازو؟ لا تعالى تعالى. ايه؟ لا بقى اصل انت ثقتك في نفسك دي هتشككني انا في نفسي. الوازو ده فيرب ايه؟ امبيزو؟ اطلع بره! اطلع بره! وانا بقول الاوتيل مديون من شويه، ما هو لازم يبقى مديون ومتنيل على عينه. الوازو امبيزو. يا رب يا رب يا توب عليا، مش شغل من هنا.
يتوب عليا من حبها يا رب. يا سلام يا مستر غلاب. مستر غلاب، الواحد فخور جدا جدا انه تعرف على شخصية زيك في مصر. الله، ده انا طلعت متصيد عندكم في الصين بقى. لا ابدا، ما حدش يعرفك لا في الصين ولا في مصر، بس هو كلام بيتقال. والله دمك خفيف، على قد ما انت صيني صيني الا انك فيك لمحة كده من الدويقة مخرفش يعني. شكرا شكرا على الخرفشة. مستر غلاب، انا جاي مصر هنا اعمل بيزنس، اعمال كتيرة، اعمال كبيرة. انا عندي بضاعة في الصين ممكن اديها لك برخص التراب، وانت تبيع هنا برضو برخص التراب. بضاعة؟ بضاعة ايه دي؟ عندنا كحك العيد. يا ولاد اللعيبة، انتوا وصلتوا لكحك العيد؟ امال، عندنا كحكة بتلاتة دولار ممكن انت تبيعها بخمسة دولار، وعندنا كحكة تانية بسبعة دولار ممكن تبيعها بتماشر خمستاشر دولار. طب ايه الفرق من ابو 3 دولار وابو 7 دولار؟ مستر غلاب، الفرق في السمنه البلدي. كمان فاهمين في السمنه البلدي؟ لا ده انتوا معديين بقى، انتوا عديتوا جامد. وقريب هنصدرها لكم. كمان؟ لا 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 يا جماعه، كفايه كفايه نبش في قبور الفلكلور بتاعتنا بقى، ارحمونا. بمناسبه الفلكلور، عندنا برضو منتج اخر، الحصان الهلاوه. يا هلاوه، ده انت ناقص تقول لي ان كنتوا شغالين على عاشوره. مستر غلاب، انت تقرا افكاري. العاشوره تحت التجربه. يا سبحان والله العظيم، فكرت فيه قبل ما تقول لي، شفت؟ واسمح لي مستر غلاب ان اعرفك على المنتج الجديد بتاعنا، الا وهو البصاره. بصاره؟ بالتكليه. بالتكليه؟ والله العظيم جوعتني، انت ابهرتني. يعني انت عايز تتجوزني عشان خاطر الميراث؟ بصراحه في الاول لكن بعد ما شفت العينين الحلوين دول والجمال ده، قلت يغور الميراث في 60 داهية. لا يغور ليه؟ احنا هنحتاجه جدا بعد الجواز. ايه ده؟ يعني انت موافقة؟ موافقة، بس عندي شروط. شروطي زي ما انت عارفة، لما قلتيش عندك شروط كنت هقول لك شروطي. أولا، مالكش دعوة بأي حاجة عملتها قبل الجواز. حقك طبعا، أمال ايه؟ ثانيا، مالكش دعوة بأي حاجة هعملها بعد الجواز. حقك. نعم يا أختي. ايه؟ انت مش بتثق فيا ولا ايه؟ اصل هو انا اعرفك حاجه زي ايه؟ يعني مثلا بكلم مين في التليفون؟ مالكش دعوه. خارجه بالليل ولا لا؟ مالكش دعوه. هتاخر في الخروجه ولا مش هتاخر؟ مالكش دعوه. هبات في البيت ولا هبات بره البيت؟ مالكش دعوه. يعني طب على الاقل اعرف يعني انت بايته مع مين؟ بايته فين؟ ليه؟ هو انت هتتجوزني ولا هتراقبني؟ انت عايزاني ابقى مفكر، يعني افكر دايما فيكي يعني، صح؟ يا شقية. بص يا مستر شنكل، انا قررت يعني اخد منك 50,000 علبة من ام 3 دولار. تمام. وهاخد منك 60,000 علبة من ابو 7 دولار. كويس. اما بالنسبة لحصان الهلاوة بقى 20,000 حتة. طب والبصارة؟ لا، البصارة دي هنعمل بيها تبادل تجاري. انت تجيب لي حسان هلاوه، ابعت لك بصاره. يا حلاوه يا حلاوه، طالما وصلت للحلاوه اذا احنا متفقين. طيب دلوقتي انا هديك رقم الحساب بتاعي وانت تحول لي الفلوس بمعرفتك. لا اصبر شويه بس، لما تجيلي فلوس كده واحول لك ثمن البضاعه كلها. مش فاهم مستر غلاب، انت كحيان معكش فلوس ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ لا انا بس لسه مستني اجوز فارس يورث يديني عمولتي. ومتى سيتزوج هذا الفارس؟ لا ان شاء الله انا بحاول اجيب له عروسه، بس هو حكايته مع قرابه حبتين، بس انا مطمن وحاسس كده انها تطلع في العالي، ومتفائل بوشك الصبوح الحلو ده. والميه هتطلع في العالي الى انهي مسافه؟ اي مين هيورث قد ايه؟ 30 مليون. 30 مليون؟ لا ده مخصوم منها العموله بتاعتي. واخصم منها العموله بتاعتي. عموله ايه يا مستر شنكل؟ من حضر القسم فليغتسم. تصدق تعجبني، صيني صيني.
وما تقعدش تقولي بقى اللبس ده عريان قوي، الميك اب ده اوفر قوي، ريحه بقك عامله كده ليه والكلام ده. ما تعرفيش القبله منين؟ نعم. اصلا انا خايف العصر يجي على الظهر. انت عايز تفهمني بقى ان انت راجل محافظ وملتزم وان احنا مش هننفع مع بعض وكده صح؟ لا لا، اصلا عايز اقول لك الراجل الشرقي. ايه الراجل الشرقي بقى؟ نفس الكلمه اللي كان بيقولها لي هيثم. هيثم؟ هيثم مين؟ هيثم خطيبي الاولاني، كان بطل الجمهوريه في الملاكمه وزن الريشه. هو انت كنت وزن ايه؟ وزن الريشه. هو انت كنت مخطوبه؟ كنت مخطوبه، فسخت خطوبتي من 3 سنين. اكيد. قصدي ليه؟ مش عارفه، زاهم مني جدا عشان بوست واحد صاحبي. لا لا، ملوش حق بقى بجد. مع انك تبوس اخويا والله. ده ما قلتلوش ليه انها اخويا؟ لا، ما هو ما فسخش الخطوبه عشان السبب ده، يعني هو فسخ الخطوبه عشان سبب تاني. شفتي بقى؟ بس هو زعل ان انا بيت عند واحده صاحبتي وجوزها في البيت. ودي فيها ايه بقى؟ عادي جدا. لا، اصل صاحبتي اضطرت تمشي فجاه تسافر لمامتها. فجاه؟ انت قلتي فجاه اهو. طيب خلاص فجاه. قام هيثم طب علينا في البيت واحنا الاثنين لوحدنا. انت ومين؟ انا وجوزها. كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا نايمين. لا طالما نايمين عادي. هيثم ده بلدي 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 قوي. هو كان خانق قوي بصراحه. بصراحه الحمد لله انك سبتيه يا شيخ. قولي بقى، هنتجوز امتى؟ مين؟ احنا. لا بصي، انا رايي بقى الوقت قدامنا كبير جدا، العجله مش شيطان. تغيرت رايك؟ لا لا لا، بس انا محتاج اعمل عمليه مهمه جدا قبل الجواز، يعني عايز اشيل النخوه من جوه من جنب الكلى كده، واظبط نفسي واركب حاجات، اجهز يعني، عايز اجهز لك عشان نليق على بعض يعني. استغفر الله العظيم، اول مره اتجسس في حياتي. بعت نفسك بكام يا سعيد؟ مش هعمل كده تاني. شوية صور يا سعيد، حكاية. بس هو الواحد ضميره منقص عليه شوية حاجتين. تعالى هنا، انت كنت بتصورني لحساب مين؟ أنسة فريدة حسين محمود أحمد الشرباجي من وظيفة الاستقبال في الريسبشن. طب اديني الموبايل، كنت بتصور بيه. اسكتي، مش وقع مني كسر 100 حتة. والله؟ طب ماشي، أنا هقول لفارس يطردكم أنتوا الاتنين. اتفضلي الموبايل أهو. قرف. الموبايل ده بقى بتاعك؟ ولا بتاعها؟ لا، موبايلها طبعا، الموبايل انا عليه اقساط، لو حضرتك حابه تسامي باي قسط يبقى كتر خيرك. ماشي.